وللمزيد ينضم إلينا دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية. أهلا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبأهلنا في محافظات مصر كلها، ومبروك لمصر والعالم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر اللي لأول مرة يعقد يعني في مصر، وتاني مرة على مستوى تدشينه في أفريقيا، وكذلك الأمر تاني مرة على مستوى الدول العربية، لأنه من 4 سنوات كان في دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن النهاردة زي ما السيدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة مديرية المستوطنات البشرية لما قالت، هو النسخة دي أكبر نسخة على مستوى العالم شهدت مشاركة. المشاركة دي 30,000 شخص حوالين 180 دولة سجلوا للحضور والمشاركة في المنتدى. كذلك الأمر عدد من رؤساء الدول زي ما في الافتتاح حضروا مع سيادة الرئيس، وكذلك الأمر على مستوى المسؤولين الدوليين حوالي 103 وزير، 36 من نواب الوزراء، 300 محافظ على مستوى العالم. كذلك الأمر في المعرض المصاحب في صالة 3 وصالة 4 115 عارض. طبعا ده خلينا اقول انه من الأهمية بمكان ان احنا نأكد على ان معانا هنا 900 متطوع بيشاركوا في تنظيم المنتدى الحضري العالمي. ده من الأهمية بمكان ان احنا نقول كمان ده تاني اكبر حدث تشهده الدولة المصرية بعد الكوب 27. كذلك الأمر زي ما الدكتور ولاء قال، وخليني أبني على كلامه، من الأهمية بمكان إن إحنا نتكلم إن إحنا في إن شاء الله خلال أيام المنتدى هنطلق مبادرتين في غاية الأهمية، وهو تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، وكذلك الأمر المبادرة الثانية أطلس المدن المصرية. وده فضلا يعني عن التأكيد على الدور الكبير للشباب والمرأة، وملف في غاية الأهمية التغيرات المناخية حاضر معانا، وكذلك الأمر جزئية في غاية الأهمية ملف ثالث وهو تمويل التنمية المستدامة ودور الحكومات المحلية في التنمية والسياسات الحضرية. كذلك الأمر دور المرأة في المجتمع المحلي وسد الفجوات التنموية، وده هيتم عن طريق تطوير المناطق والمدن المهمشة، وكذلك عرض للتجربة المصرية التنمية المحلية في صعيد مصر وتطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ده كلها من الملفات الهامة جدا اللي حاطط عرض معانا. كذلك الأمر في إطار الست مجالات الرئيسة اللي مجالس خلال الأيام القادمة إن شاء الله هتطرحها، وهو أهمية السياسات الحضرية والوطنية الدولية في التعامل مع ست موضوعات رئيسة، وهي السكن للمستقبل، المدن وأزمة المناخ، ومعا أقوى على مستوى دول العالم، وكذلك تمويل توطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الأمر العصر الرقمي المتمركز على الإنسان، ثم قضية في غاية الأهمية وهي فقدان السكن وكيفية مواجهتها. بس هنا الحلول مش هتبقى حلول محلية ولا إقليمية، لكن هتبقى حلول دولية منبثقة من الإطار المحلي، وهنا عمق الحلول هيكون موجود إن شاء الله تعالى. نعم دكتور خالد، كيف يمثل المنتدى فرصة لعرض التجربة المصرية في القضاء على عشوائيات وتحقيق التنمية المستدامة؟ يعني زي ما أكد السادة الرؤساء وختم فخامة الرئيس لما اتكلمنا في الجزئية لعرض تجربة التنمية الحضرية الشاملة اللي قامت بها الدولة المصرية، ليس على مستوى المدن الجديدة فقط ولكن على مستوى القرى، زي ما اتكلمنا في قرى حياة كريمة، وزي ما اتكلمنا في القضاء على العشوائيات من خلال ليس إقامة المناطق الحضرية فقط، ولكن كمان بناء الإنسان في هذه المناطق من خلال الجزئية الخاصة بنشر الوعي الثقافي من ناحية، نشر الجزئية الخاصة بمراكز الشباب و
التعامل معها، نشر كمان فكر ريادة الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللي بتتم في هذه المدن، بحيث ان احنا نقدر نحقق تنمية شاملة، ليس فقط سكن جديد ولكن ايضا سكن ومسكن ومستقبل يتسم بالاستدامة. نعم دكتور خالد، أيضا الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن المدن الذكية والذي وصل عددها ل 22 مدينة ذكية أبرزها العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة. كيف رأيت ورصدت هذه النجاحات وقدرتها على تحسين جودة الحياة للمواطنين؟ يعني خليني أقول لحضرتك، طبعا تجربة واللي أصبحت حقيقة على أرض مصرية وهي العاصمة الإدارية الجديدة، مركز الحكم دلوقتي في الدولة المصرية من خلال وزارتها، من خلال المؤسسات، كذلك الأمر النموذج أن يبقى في سكن في نفس المكان، كذلك الأمر أن يكون في أنشطة، الأنشطة دي متمركزة في مركز أولمبي، أوبرا، مراكز حضارية أخرى، كذلك الأمر تجربة شاملة متكاملة. طبعا ده انطلق كمان على مستوى المحافظات المصرية، كان من الأهمية بمكان ان احنا بنعرض التجربة المصرية في كيفية الربط ما بين المدن القديمة والمدن الجديدة. صحيح. هو ده كان من الأهمية بمكان طرحه، وان شاء الله خلال الأيام القادمة الدولة المصرية من خلال مؤسساتها، ليس فقط وزارة التنمية المحلية ولكن وزارات الدولة المصرية والشركات والمؤسسات والقطاع الخاص المصري وغيره من الشراكات المهمة مع دول العالم، هيتم نقل هذه التجربة لاستفادة وتبادل الخبرات بيننا وبين الدول المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بكيفية الربط ما بين المدن القديمة والمدن الحديثة. نعم دكتور خالد، لو تحدثني عن العوائد والمكاسب التي ستعود على الدولة المصرية بعد تنظيمها مثل هكذا منتدى. خليني أقول لحضرتك المكاسب اللي دلوقتي الناس اللي واقفة جنبي من فيتنام، الناس اللي واقفة قدامي من فلسطين، يعني عايز أقول لك إحنا بنمثل أمم متحدة على أرض مركز مؤتمرات المنارات، ده في حد ذاته مكسب حقيقي قائم. وفي التوقيت أيضا كل دول العالم تتجه أنظارها زي ما سيادة الرئيس قال عاصمة السلام. صحيح. فكل دول العالم النهارده بتتجه أنظارها إلى المنتدى الحضري العالمي من مش من النهارده فقط، ولكن احنا بقالنا شهر العالم كله بيتكلم على المنتدى الحضري العالمي اللي هيكون موجود في القاهرة، وفود العالم كلها كذلك الأمر، الناس هتشوف التجربة المصرية في سواء كنا بنتكلم على المدن الجديدة وهتنظم زيارات أو المدن القائمة بالفعل، كل ده هيكون تطوير مناطق حضرية زي عين السيرة مثلا وكافية نقل التجربة لدول أخرى، الدول الإفريقية موجودة معانا علشان نقل هذه التجربة أيضا، كل دي ملفات في غاية الأهمية. احنا مش عايز اقول لحضرتك بعد المنتدى هيكون ايه الحدث، لكن بقول لحضرتك واحنا موجودين دلوقتي المنتدى جعل من مصر قبلة لكل دول العالم ينظروا اليها، وبالتالي هناك مكاسب زي ما بنقول كده، دي القوة الناعمة، مكاسب مادية ومكاسب لا مادية، هي القوة الناعمة للدولة المصرية بتحققها على مستوى دول العالم دلوقتي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا يا فندم.